المركز الثالث، هذه اللي وصلت شعار بن زاهرة يتقدم ليحتل المركز الثالث. هذه النايف السهيل بن سعيد بن زاهرة الخيالي، أما المركز الرابع فتصل الشاهينية لسيف بن عبد الله بن مايد المسافري. مشاهدين الكرام، يحتل المركز الرابع، والمركز الخامس تأتي من حافة لمحمد بن مهير بن سعيد بن دري المنصوري في المركز الخامس في هذه اللحظات. وسادس المراكز وصلت منصورة لعبد الله بالطير العامري يحتل المركز السادس في هذه الأثناء، بينما المركز السابع الشاهينية سالم بن علي بن نعيف العامري يحتل المركز السابع صاحب إنجاز في هذا الموسم في ميدان المرمون، بينما المركز الثامن اللي وصلت الآن ملولة لمحمد بن خميس الشدي المنصوري. ثامنا وتاسع المراكز يأتي شعار بن رشيد هناك بو عبيد ليقدم لنا شواهين علي بن عبيد بن بخيت بن رشيد الكتبي في المركز التاسع. المركز العاشر هنا حصول من حاف على المركز العاشر لسعيد بن عبيد بن محمد المزروعي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام يأتي في الانطلاقات الصباحية، ولكن نعود إلى البداية ونعود إلى مشوار التنافس ومشوار التحدي والمشاركة القوية. خلف العشر هناك أسماء تقريبا 20 ذلول مشاركة في انتظار دورها الفاعل والانطلاق ولحظات التعليمات المميزة من قبل الأخوة المضمرين أو الملاك. اندفاعات تلقائية حتى هذه اللحظات مع شوط الكبار والمركز الأول. نعود إلى البداية وصدارة هذا الشوط، والنايفة هي متقدمة حتى هذه اللحظات. سعيد بن سهيل بن سعيد بن زاهر الخيالي يحتل المركز الأول ومسيطرا على ناموس هذا الشوط في المقدمة مع النايفة. النايفة اللي تبحث عن مكان النوف والعلا والمركز الأول. ما شاء الله، سلام عيناوي أكيد من خلال وجود النايفة على المركز الأول يا بن زاهر. بينما المركز الثاني هناك زعفرانة تحتل المركز الثاني. زعفرانة تعود ملكية عبد الله بن عيد المنصوري في ثاني المراكز، بينما المركز الثالث هذه اللي وصلت الان زمايم حمد بن محمد بن عويضان العامري يقدم لنا زمايم في ثالث المراكز بوجوده على منافسات صباح هذا اليوم ومنافسات الكبار. المركز الرابع نقله مباشره الى منحاف تعود ملكيه محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي يقدم لنا منحاف في هذه لحظات وهي في المركز الرابع في هذه المشاركة. المركز الخامس نتابع الشاهينية سيف بن عبد الله بن مايد المسافري يحتل المركز الخامس، والمركز السادس وصلت من خلاله من حاف لمحمد بن مهير بن دري المنصوري في المركز السادس. والمركز السابع هذا اللي وصلت وتقدمت جبارة تعود ملكيتها المسري جبارة تبغي الصدارة، تعود ملكية جبارة المسري بسالم بالعرضي الحميري في المركز التاسع أو المركز الثامن في هذه اللحظة، بينما المركز التاسع صوغة تعود ملكيته لأحمد بن سالم بن دري الفلاحي، بينما المركز العاشر شعار بن مصلح يتدخل مع بن صوغان في المركز العاشر، محمد بن حمد بن مصلح الحبابي في المركز العاشر. أعود إلى مشاهدينا الكرام بعد النداء الثاني لمستوى هذا الشوط في هذه اللحظات. عودة إلى البداية وعودة إلى صراع المقدمة وصراع الناموس، حيث البحث مستمر مع جميع الملاك والمضمرين بحثا مستمرا عن أداء هذه الحول في انطلاقات الصباح. النايفة لا زالت على المركز الأول. النايفة تبغي سلامات لأهالي النايفة في مدينة العين. هذه النايفة سعيد بن سهيل بن سعيد بن زاهر الخيالي أحد الشباب هناك في مقدمة الشوط.
مبسوط وان شاء الله اسم على مسمى يا ابو سهيل في المركز الاول، بينما المركز الثاني، المركز الثاني تتواجد منحاف، منحاف تتقدم محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي يحتل المركز الثاني. يلا يا اهل العاصمه الحبيبه ابو ظبي ياتي في المركز الثاني مقدما كذلك منحاف، بينما المركز الثالث زمايم تحتل المركز الثالث، زمايم حمد بن محمد بن عويضان العامري في ثالث المراكز هذه اللحظات. والمركز الرابع زعفران متقدمة، زعفران عبد الله بن عيد المنصوري هنا في هذه اللحظات على المركز الرابع، والتنافس لازال مستمر والتنافس لازال خطير للغاية حتى لحظات هذا الشوط. بينما المركز الرابع أو الخامس وصلت جبارة، وصلت جبارة عينها على الصدارة، مسري بسالم بالعرطي الحميري، يا سلام وصلوا شعارة، وصلوا الشعارة والخبرة في ميادين السباق. الله بن مصرح ومزري، شوف الآن غيرت 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 مشاهدينا الكرام، جبارة للمركز الثالث، بينما المركز الرابع بن صوغان محمد بن حمد بن مصلح الحبابي يقدم بن صوغان على المركز الرابع في هذه اللحظات. نشوف المركز السابع، نشوف المركز السابع ومنحاف متواجد في المركز السابع، محمد بن دري المنصوري يقدم لنا منحاف، بينما المركز الثامن بن دري مقدم صوغه احمد بن سالم بن دري الفلاحي في ثامن المراكز وتاسع المراكز. وصلت الان الشاهينيه سيب بن عبد الله بن مايد المسافري، والمركز العاشر اسم جديد، اول ندى لمنحاف ينضم للدائره الاعلاميه، عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري في المركز العاشر. هذه العشره اسماء المنطلقه والتي حضرت بالمنافسه، حضرت باللقاء الودي الجميل، حضرت في ميدان المرموم، والحاضرين في هذا الميدان اكيد بلا شك جاهزين ومشاركين بقوه مع فعاليات الشوط، مع اندماجهم في هذا الشوط، خاصة في شوط من اشواط الانتاج والمنتجين. عودة الى النايفة، عودة الى كذا. الله يا منحاف، غيرت منحاف في المركز الاول، محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي ياتي على الصدارة والقمة، لكن هناك المركز الثاني، المركز الثاني النايفة تعود ملكية تسعيد بن سهيل بن سعيد بن زاهر الخيالي. في هذه اللحظات الثنتين في تنافس مستمر، ثنائي جميل تحمل لنا قناة دبي ريسنج في هذه الانطلاقة. صورة مشاهدينا الأعزاء روعة روعة من خلال التنافس الثنائي على القمة، على القمة، يا محلى القمة، يا محلى القمة. بينما المركز الثالث نتابع هناك المركز الثالث ايضا ثنائيه على المركز الثالث مع جباره، مسري بسالم بالعرط الحميري هناك بمعيه جباره، تاتي بن صوغان محمد بن حمد بن مصلح الحبابي، ياتون مشاهدي الكرام ثالثا ورابعا في هذه المنافسه في هذا اللقاء، بعدما تجاوزنا قوس النصر في الانطلاقات والتحديات. اما المركز الخامس من حافه ياتي محمد بن مهير بن دري المنصوري في المركز الخامس، وسادس المراكز صوغة لحمد بن سالم بن دري الفلاحي، والمركز السابع اسم جديد وانضمام آخر من انضمامات هذا الشوط في هذه اللحظات. أعود إلى البداية، أعود إلى المراكز الأولية، أعود إلى من تصدر المجموعة، تصدر المجموعة. ومنحاف غيرت، منحاف غيرت مشاهدينا الكرام إلى المركز الأول، إلى قمة هذا الشوط، إلى الصدارة الأولى. يا سلام يا منحاف، يا منحاف هي المسيطرة مشاهدينا الكرام حتى هذه اللحظات. على المركز الأول محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي متقدما في هذه اللحظات، والعصا لا زالت في البطان النايفة. في المركز الثاني سعيد بن سهيل بن سعيد بن زاهر الخيالي يحتل المركز الثاني مع النايفة، ولكن وصلت بن صوغان، وصلت بن صوغان، هنا الخطورة من بن صوغان، بانت خطورتها على المركز الأول أو المركز الثاني. ولكن يأتي مسري بسالة بالعرض الحميري ليقدم لنا جبارة، جبارة تبحث عن الناموس، تبحث عن الصدارة،
بينما بن صوغان في المركز الثاني. المركز الرابع وصل بندري يقدم لنا من حاف سعيد بن مهير بندري المنصوري. والمركز الخامس ولكن عودة إلى 800 متر الأخيرة. شوف بن صوغان، شوف بن جبارة، جبارة جبارة بحثت عن الصدارة، تسلمت قيادة هذا الشوط بكل بقوة وحرارة. جبارة لمسري بن سالم بالعرض الحميري، ولكن من حاف عادت، من حاف عادت إلى المركز الأول. من حاف لمحمد بن سعيد بن عبيد المزروعي وصلت. مشاهدينا الأعزاء المركز الثاني، المركز الثاني وصلت وين؟ وصلت بن صوغان محمد بن حمد بن مصلح الحبابي، ولكن من حاف واصلة، من حاف واصلة سعيد أو محمد بن مهير بن دري المنصوري. وصلت، وصلت من حاف ومن حاف. الله، شوفوا 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 شوط المناحيف. وصلت الآن من حاف، من حاف على المركز الأول محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي، ولكن من حاف لمحمد بن مهير بن دري المنصوري. طافت، طافت من حاف على من حاف. هذه من حاف تسلمت المركز الأول. سلوم يا راعي مصيح السلام، سلوم يا راعي مصيح السلام، سلام لأهالي السمحة السلام. هذه من حاف مشاهدينا الكرام كانت تترصد للبقية، ولكنها في النهاية استلمت المركز الأول، أدتها للسمحة الفوز والناموس والانتصار. من حاف لمحمد بن مهير بن دري المنصوري سلام وتحية واحترام. المركز الثاني من حاف لمحمد بن سعيد بن عبيد المزروعي. المركز الثالث جبارة مسري بن سالم بالعرط الحميري. المركز الرابع بن صوغان لمحمد بن حمد بن مصلح الأحبابي. المركز الخامس منصورة أو متعة لخاطر بن سالم الزرعي، هو من سجل المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة، هكذا كانت الانطلاقات، هكذا كان التحدي والمنافسات. ولكن أعود إلى البداية، أعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام. التوقيت الزمني 12 دقيقة 59 ثانية. 6 أجزاء من الثانية هي من حافة لمالكها محمد بن مهير بن دري المنصوري. مشاهدينا الكرام على هذا الفوز والانتصار تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني 13 دقيقة 4 أجزاء من الثانية، تهانينا على فوز من حافة لمحمد بن سعيد بن عبيد المزروعي، واسعد الله صباحكم. بينما المركز الثالث أيها الحول الكريم مشاهدينا الأعزاء، المركز الثالث كانت جبارة لمسري سالم بالعرطي الحميري، هي من حصدت ثالث المراكز في هذه الانطلاقة وقطعت المسافة في 13 دقيقة ثانيتين 9 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس يا أبو حمد، تهانينا للجميع على هذا الفوز والانتصار وتحقيق الناموس. أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام محبي الأصالة في هذه الانطلاقات وهذه التحديات المثيرة على أرضية هذا الميدان. انطلاقة سليمة مشاهدينا متابعينا الكرام لشوطنا الرابع عشر في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. الشوط الرابع عشر وهو الشوط الخاص بالذلال